بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم متابعينا الكرام. بنجدد الترحاب بحضراتكم على قناه اليوتيوب خليها ربح، وبنفس الاسم على صفحه الفيسبوك خليها ربح. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيديو النهارده مهم جدا، ودي السلسله رقم 4 او ده الجزء رقم 4 من سلسله الفيديوهات اللي احنا بنقدمها، اهم 8 افكار او اهم 8 مشاريع ممكن الواحد ينفذهم وممكن الواحد يربح من خلالهم في عام 2020. لمتابعه التفاصيل يلا بينا نتابع الشرح على البورد. ولكن قبل ما نبدا، ما تنساش زي ما قلت لحضرتك تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعمل لايك للفيديو واشتراك بالقناه، عشان اول ما ننزل اي فكره مشروع او اي فكره ارباح جديده بننزلها على القناه ما تفوتكش. يلا بينا نتابع التفاصيل الى البورد. ترحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وجينا للشرح العملي على البورد. دي افضل المشاريع اللي موجوده في 2020، افضل 8 مشاريع موجوده في عام 2020، وده الجزء رقم 4. لو عايز تشوف اي اجزاء من الاجزاء اللي فاتت هتلاقي كله موجود في صندوق الوصف او موجود في القناه، ممكن تخش تاخد جوله هتلاقي فيه فكره افكار مشاريع كتيره منتشره ممكن تبدا من خلالها ان شاء الله انك تاخد فكره من الافكار وتبدا عليها. اول مشروع موجود معانا هو التسويق بالعموله، والتسويق بالعموله ليه اكتر من موقع. ممكن عندك موقع سوق.com، وفي عندك موقع جوميا، وفي كمان عندك غير جوميا، في عندك خمسات. كل المواقع دي بتبدا من خلالها التسويق بالعموله، بتبدا تنشئ صفحه او عندك يكون عندك موقع الكتروني، وتبدا ان شاء الله من خلالها ان انت تاخد فكره او فكرتين من الافكار دي. واحنا مقدمين شرحات على القناه عن التسويق بالعموله، ممكن تاخد الفكره دي وتبدا تنفذها ان شاء الله على الشغل بتاعك، او تكون جزء عملي تبدا ان شاء الله فيه. الفكره الثانيه هي بيع التطبيقات، ودي بتعتمد على انك تكون بتعرف تنشئ تطبيقات، وفي افكار كتيره جدا او في فيديوهات كتيره جدا بتقدمها لك على او موجوده على اليوتيوب بتعرفك ازاي تعمل تنشئ التطبيقات دي، سواء تطبيقات خاصه بالجوال او خاصه بالكمبيوتر بدون ما يكون عندك سابق خبره. ومع مرور الوقت الدنيا بتيجي معاك، بعد كده التطبيقات دي ممكن ان انت حضرتك تبيعها، او ان انت حضرتك تبيعها لشركات، او ان انت تنزلها على الابل ستور وبعد كده يجي عليها اعلانات وتربح من خلال الاعلانات دي. الحاجه اللي بعد كده استشاره للتنميه البشريه، ودي ناس مطلوبه او مطلوبه عند ناس كتيره جدا، وهي تنميه الذات، تنميه القدرات، التعامل مع المواقف، التخطي الانترفيوز، كل الحاجات دي مهمه جدا وناس كتيره بتحتاجها. زي ما قلنا لازم يكون عندك نافذه او موقع الكتروني، البرمجه بتاعته بسيطه جدا، او صفحه على الفيسبوك، قناه على اليوتيوب. كل الافكار دي تبدا ان شاء الله ان حضرتك تعرض عليها الشغل بتاعك لو انت محترف في المجال ده. نفس الكلام في الاعمال التجاريه، يعني دي بتضاهي دي، بيبقى في ناس كتيره جدا محتاجه ناس عندها خبره في مجال معين، يجيب موارد حاجات معينه، يجيبها منين، استيراد، تصدير، حاجات الخارج، كل الافكار او كل الاعمال التجاريه ديت، دراسه جدول مشاريع معينه، فكل ده بيكون عنده الخبره. برده نفس الكلام دي لازم تكون النافذه بتاعتك اما موقع الكتروني او صفحه على الفيسبوك او قناه على اليوتيوب. بعد كده تنظيم الحفلات، وتنظيم حفلات الزفاف ده شيء مهم جدا، واي عريس او اي عروسه بيدفعوا فيه اي مبلغ بحيث ان هم ينظموا حفله كويسه جدا واسعارها بتكون كويسه جدا، وما شاء الله الدخل بتاعها ثابت جدا. ممكن برضو تدخل على القناه وتشوف كل التفاصيل بتاعه المشروع ده. نفس الكلام في تنظيم حفلات اعياد الميلاد والمناسبات الخاصه، ناس كتيره بتطلبها ودي منتشره بصوره كبيره جدا. وممكن كمان ان انت تقدم خدمه ان انت تتنقل من محافظه الى محافظه ثانيه وتكون الدنيا مظبوطه معاك وكل التفاصيل تكون 100 100. الحاجه اللي بعد كده تنظيم الرحلات الداخليه، ودي عليها مكاسب كبيره جدا، ولكن دي بتتطلب ان حضرتك تتعاقد مع اكتر من فندق وتاخد خلفيات كده عن الفنادق وتشوف الدنيا فيها ايه. وان شاء الله دي هقدم عنها مشروع متكامل على القناه عندنا، عشان نحاول ان احنا نزود دخل الناس. ولو الناس عايزه تقدم او لو الناس عايزين اي فكره من المشاريع دي برده يا ريت تكتب لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله اقدم لكم عليها مشروع كامل بدراسه الجدوى بتاعته. الحاجه اللي بعد كده القافيه المتنقل، واحنا قلنا الارباح بتاعه القافيه المتنقل في مصر او في الدول العربيه عموما من 10,000 جنيه الى 20,000 جنيه حسب شطارتك وحسب المكان اللي انت واقف فيه وحسب التعامل بتاعك. وده مشروع مهم جدا، والمشروع ده موجود على القناه بالمناسبه، اللي عايز يتفرج عليه ممكن يخش في القناه وياخد جوله او يتفرج ياخد فكره عن المشروع ده بشكل اكبر. طيب دي كانت اهم 8 افكار موجوده في 2020، وده كان الجزء الرابع. لو حضرتك لقيت ان في فكره من الافكار دي مش متناسبه معاك، ممكن ان حضرتك تتفرج على الاجزاء اللي قبل كده او تاخد فكره في القناه عشان تطلع بفكره او تطلع بكم افكار كتيره، ممكن ان حضرتك يعني تدرس اكتر من واحده فيهم وتطلع بواحده من الافكار. لو في فكره من الافكار مبهمه لحضرتك او في حاجه مبهمه لحضرتك، مش شرط الافكار اللي هنا او مشروع تاني، يا ريت حضرتك تكتب لي في التعليقات وانا برد على كل التعليقات، عشان ده دورنا ان احنا نساعد حضراتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك بالقناه وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما تخرج من الفيديو.
ونترككم في رعاية الله وأمني، على أمل اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمني، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.